لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى: غضب شعبي جراء ارتفاع أسعار الدجاج والبيض، مطالبة عاجلة للحكومة. في صحيفة الزمان: العراق يطالب سوريا بزيادة الإطلاقات المائية. في موقع عربي 21: تركيا تواصل جهود إخماد الحرائق لليوم السابع على التوالي. في موقع يقين نت: مصدر حكومي ينفي حصول اتفاق على عودة نازحي جرف الصخر لغاية الآن. في صحيفة الجارديان: النظام السوري يستهدف الأطفال في الأعياد. في صحيفة واشنطن بوست: عام مضى على انفجار بيروت ووعود ماكرون لم تتحقق. وفي فورين أفيرز: الحوار السعودي الإيراني مهم لاستقرار الشرق الأوسط ويحتاج لمساعدة من أمريكا. السلام عليكم. الجريمة المنظمة في العراق والإفلات من العقاب صنوان لا يفترقان، وجريمتان تكمل إحداهما الأخرى، وعامل الاشتراك بينهما عدا رعاية الحكومة التي تحظى بسمعة سيئة في العالم من حيث علاقتها بالإرهاب هو أداة التنفيذ. فالجريمة لابد لها من فاعل تمسك بيده الحكومة وتبطش بها وتقتل وتسرق وتبقى هي وراء الصورة. الإفلات من العقاب الذي ينبغي أن يطال القائمين بجرائم الإرهاب الكبيرة وجرائم الاعتقال الكيفي والاختطاف والتغييب القسري والتعذيب داخل السجون وخارجها، فضلاً عن الإهمال القاتل في مؤسسات البلاد والاستهتار بأرواح المواطنين. وثالثة الأثاث وهي سرقة المال العام، لابد لها جميعاً من وسيلة يقوم فاعلوها ومرتكبوها من النجاة من العقاب والإفلات من آلياته القانونية المحلية والدولية. وخير من يمثل هذه الوسيلة والأداة المتقدمة الذكر للحكومة ويقوم بأدوار التنفيذ وطلبيات الأعمال القذرة هي الميليشيات التي تقوم بالأمرين، محروسة بحماية الحكومة ومدعومة بغطاء الشرعية الذي يغطي به النظام السياسي القائم سوءة ميليشيات ما يسمى الحشد الشعبي. ويخدم هذه الصورة الخبيثة والخطيرة ثلاثي التغاضي: المحلي التغليس، والإقليمي النائب النفس، والدولي عدم القيام بالواجب، والذي يعرف قواعد اللعبة ولا يجرؤ على كسرها أو الحد منها. ولعل ما جرى قبل أيام من مسرحية هزلية الأبعاد وإرهابية المقاصد ومتكررة المشاهد فيما يتعلق بالتحقيق في جريمة سوق الوحيلات في مدينة الصدر هو خير دليل على ما تقدم. عمدت الحكومة مستعينة بقواها الميليشياوية وأجهزتها القضائية باختلاق وقائع لا أصل لها وفبركة أحداث ومعلومات لا تمت للواقع بصلة فيما يتعلق بجريمة سوق الوحيلات، وذهب ضحيتها عدد من الأبرياء الذين لا دخل لهم بالموضوع ممن ثبت اعتقالهم قبل وقوع الحادث بمدة طويلة على خلفية اتهامات لا أصل لها. فقام المفلتون من العقاب والوالغون بجرائم الإرهاب بوضعهم بدل الجناة الحقيقيين الذين أمنت لهم الحكومة أو أمنت لهم الحكومة ومن معها إمكانية الإفلات من العقاب. في الموضوع نفسه يقول الكاتب وليد الزبيدي: ليس غريبا أن تتسع ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق، وليس غريبا أن تتستر السلطات على مرتكبي الجرائم بمختلف أنواعها. وقبل الحديث عن هذه الظاهرة المتصاعدة علينا أن نعرف أنها ستزداد وتصبح أكثر تنظيما، ويتكفل بالتصاعد والتنظيم ثلاثة عوامل رئيسة، فلنستمع إليها. الأول أن المؤسسات التنفيذية والقضائية والدوائر الأخرى تم بناؤها بما يضمن استمرار سلطة الأحزاب والمجاميع التي جاء بها الاحتلال الأمريكي في عام 2003،
وتطلب ذلك تدريب الأجهزة وتوجيهها بما يوفر الحماية التامة لتلك الأحزاب والتجمعات. ويقف في المقدمة من ذلك تقديم الدعم الكامل لسلوكيات الأفراد والمجاميع المنضوية تحت تلك العناوين. وطالما أن الاحتلال الأمريكي للعراق يعد جريمة كبرى، فإن العاملين تحت تلك المظلة بحاجة إلى غطاء بل أكثر من غطاء لديمومة نشاطهم ودعم مشاريعهم المتماشية مع أهداف ومخططات المحتل القريبة والبعيدة الأمد. الثاني، لم يكن تأسيس مجلس الحكم الانتقالي في منتصف تموز من عام 2003 عفوياً أو مجرد إيجاد هيكل لإدارة الحكم في العراق، بل كانت أهدافه أبعد من ذلك بكثير. ويعرف الجميع أن ذلك المجلس لم تكن لديه أي سلطات، وأن جميع القرارات يتخذها بول بريمر، وهذا ما اعترف به عدد من أعضاء المجلس وموثق في وسائل الإعلام. الثالث، هنا يجب ألا نغفل واحدا من العوامل المهمة التي ساهمت في إفلات المجرمين من العقاب، ونقصد به المجتمع الدولي الذي يعرف الكثير من تفاصيل عمليات السرقة لأموال العراق من قبل الأحزاب والسياسيين، إلا أن الجميع يلتزم الصمت. وتبقى مسؤولية العراقيين في التخلص من الفاسدين ووضع حد لهم، وإلا فإن أخطار ذلك ستتواصل وتتسع دائرتها وتتجذر في المؤسسات والمجتمع. أحزاب بلا جماهير في العراق، فبحسب إحصائية أصدرتها مفوضية الانتخابات العراقية، وصل عدد الأحزاب المترشحة للانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل إلى 167 حزباً، وهو رقم يكشف حقيقة الواقع الحزبي والعمل السياسي الفوضوي في العراق، والذي تشكل عقب الاحتلال الأمريكي عام 2003. وعلى الرغم من هذه الوفرة الحزبية في العراق، فإنها وفرة حزبية فارغة المحتوى والمضمون، فأكثرية هذه الأحزاب لا تمتلك أي قاعدة جماهيرية، بل إن كثيرا من تلك الأحزاب لا يمتلك حتى برامج حزبية أو فكرية أو أيديولوجية. بعد عقود من هيمنة الحزب الواحد جاء عهد الاحتلال وديمقراطيته التي بشر بها. ولعل واحدا من أهم وجوه الديمقراطية كان السماح بتشكيل الأحزاب، فكانت سماء بغداد تمطر أحزابا وتيارات سياسية. سريعا ما تبين أن كثيرا منها مجرد واجهات سريعة الزوال، بعدما تبين لأصحابها أن العهد ليس عهد الحزبية التي نشأ عليها قانون الأحزاب العراقية عام 22900 ألف، وإنما هو عصر الأحزاب الدينية والدينية حصرا. فخرجت من اللعبة واجهات حزبية كثيرة، ليبرالية أو حتى قومية أو حتى تلك الوطنية، لتخلو الساحة إلا من تلك الأحزاب الدينية أو الطائفية. تأتي انتخابات عام 2021 المقررة في أكتوبر تشرين أول في وقت يعاني العمل الحزبي في العراق من غياب القواعد الجماهيرية، فغالبية الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات تعمد إلى الخطاب الطائفي أو العرقي من أجل جذب الناخب، وسط غياب لأي برامج سياسية أو فكرية تستند إليها تلك الأحزاب، ناهيك طبعاً عما تنفقه تلك الأحزاب من أموال طائلة أغلبها يأتي من الخارج لشراء أصوات الناخبين والتلاعب بنتائج الانتخابات، بل حتى شراء المقاعد البرلمانية. العمل الحزبي في العراق أصيب بمقتل ليس فقط بسبب هيمنة الأحزاب الدينية وما توفره من خطابات عاطفية تدغدغ بها مشاعر البسطاء، وإنما أيضا لغياب أي قانون فعلي لتنظيم العمل الحزبي، ناهيك طبعا عن غياب قدرة الحكومات المتعاقبة على تطبيق أي قانون من هذا القبيل. بيئة العمل الحزبي في العراق ميتة، فسطوة الميليشيات وسيطرتها بسلاحها ونفوذها وغياب أي هيبة أو سلطة فعلية للدولة، ذلك كله يجعل من العمل السياسي الجماهيري ضربا من المستحيل.
عن أثر الانسحابات على الانتخابات العراقية كتب حسين صالح السبعاوي مقالا جاء فيه: رغم مقاطعة أغلبية الشعب العراقي لكل انتخابات تجرى في البلاد، إلا أننا أمام سيناريو جديد وهو مقاطعة المرشحين والكتل السياسية لهذه الانتخابات المزمع إجراؤها في تشرين الأول من هذا العام. ويبدو أن المشهد السياسي العراقي يعيش أسوأ مراحله بعد 18 عاما أجريت فيها 5 انتخابات برلمانية منذ عام 2005 وإلى الآن. الكثير من الكتل والمرشحين أدركوا عدم حصولهم على فرصة لفوزهم في الانتخابات، ما جعلهم ينسحبون قبل الدخول بالسباق حفاظا لماء الوجه. كلما ذكر أعلاه ذكره سابقا المعارضون للعملية السياسية، مؤكدين على أن هذه العملية هي عملية عرجاء وعوراء قد جاء بها الاحتلال الأمريكي ليمزق من خلالها المجتمع العراقي على أسس طائفية وعرقية. وإلا كيف الانتخابات محسوم فيها عدد المقاعد في البرلمان لكل مكون، وأن المناصب السيادية موزعة وكذلك الوزارات والدرجات الخاصة وحتى على مستوى المدراء والموظفين؟ ما قيمة انتخابات لا توجد فيها أغلبية سياسية حاكمة وأقلية سياسية معارضة تراقب الأداء الحكومي وتشخص أخطاءه وتصوبها؟ ما قيمة انتخابات والميليشيات تهدد الناخب بقوة السلاح وأصحاب المال الفاسد يشترون الأصوات بأموالهم؟ إن الحل السياسي للعراق والخروج من هذه الأزمات هو إنهاء هذه العملية السياسية الفاسدة والشروع في بناء عملية سياسية جديدة تبنى على أسس وطنية بعيدة عن الطائفية والعرقية، وتكون فيها الانتخابات حرة ونزيهة، يختار الناخب فيها من يريد انتخابه حسب ما مطروح أمامه من مشاريع وطنية وتنموية، ويثق بقادة هذه المشاريع لكي لا يذهب صوته سدى وفي مهب الريح. أصل الانتخابات المبكرة جاءت نتيجة الضغط الجماهيري من خلال انتفاضة تشرين في عام 2019، وكان من المفترض أن يتشكل كيان سياسي للانتفاضة لغرض المشاركة، لكن قيادة الانتفاضة كانت على وعي كبير من هذا الفخ الانتخابي فأعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات، وطالبت جميع الأحزاب المشاركة بعدم التكلم باسمها، وأن أي مرشح يدعي أنه يمثلها فإن انتفاضة تشرين بريئة منه ولا يمثلها. نقرأ مقالة للكاتبة هيفاء زنجنة تحت عنوان: من الذي يحتضن مليارات العراق المهربة؟ يبقى السبب الرئيس لعدم تنفيذ أي من المشاريع هو الفساد كعملة صعبة سارية المفعول في حقل التزود بالكهرباء وعلى مستويين، بواسطة الاحتيال في العقود الحكومية من جهات خارجية من جهة، ومافيا المولدات على المستوى المحلي من جهة أخرى. المهم من وجهة نظر السياسي البريطاني سواء كان يساريا أو محافظا هو استمرار الإعلان أن الحكومة البريطانية تتعاون مع الحكومة العراقية في توفير الخدمات والاستقرار للشعب العراقي. أما الهيمنة الاقتصادية ومن خلالها السياسية إثر الغزو والاحتلال فأمر غالبا ما يتم تجنب الإشارة إليه علنيا، لذلك كان من الطبيعي ألا تطرح لوكاس رغم كونها يسارية سؤالاً آخراً عن مدى نجاح المشاريع المدعومة بتحسين وضع الشعب العراقي فعلاً، والذي تتحمل بريطانيا جزءاً كبيراً من انهياره. فإذا كانت الحكومة تدعم مشاريع الطاقة منذ إسقاط نظام صدام عام 2003 وتوقيع العقود يتجدد مع زيارة كل وزير كهرباء عراقي إلى لندن، لماذا إذن يتظاهر العراقيون خاصة في الصيف وهم يحملون تابوتا يدعى الكهرباء؟ لماذا يضحي المتظاهرون بحياتهم ويسقط الآلاف منهم قتلى وجرحى في كل المواسم؟ ما مدى استفادة بريطانيا من دعمها الشركات البريطانية والأمريكية وغيرها ومعظمها يحظى بعقود خيالية تحت شعار إصلاح وتجديد وزيادة القدرة على تزويد العراقيين بالكهرباء؟ وكيف بات ما يحصل عليه المواطن من الكهرباء يومياً لا يزيد على 5 ساعات في بيئة تصل فيها درجات الحرارة أكثر من 52،
ولم، مع كل المشاريع المعلنة عنها، لا يزال العراق المستورد الأول للكهرباء من إيران. هل تم تهريب 150 مليار دولار من أموال النفط العراقي في صفقات فاسدة منذ غزوة؟ هل هناك من هو أكثر احتضانا لهذه الأموال من الغزاة؟ ما يعني أن تحويل أموال الفساد والتهريب من بلدان العالم المضطربة الغنية منها والفقيرة ينتهي في بورصات وبنوك وعقارات بلدان حروب التدخل والغزو، مؤشر إلى أن العالم يعيش مرحلة جديدة من النهب الإمبريالي غير المباشر بامتياز. كتب سارع رابي حول تصدير إسرائيل لتقنيات تجسسية تستخدمها الأنظمة القمعية لترسيخ سلطتها لا ضد معارضيها فحسب، بل أيضا ضد أوساط واسعة في المجتمع المدني، لم يكن أمرا جديدا من حيث العلم به، فالمعلومات كانت آخذة بالتكاثر حول ذلك منذ عام 2017 على الأقل، أي منذ تدشين التحالف أو الحلف العربي الإسرائيلي برعاية إدارة ترامب. ولا شك أن ما كان مخفيا من العلاقات قبل الخروج بالتحالف إلى العلن تضمن الاستعانة بالتقنيات الإسرائيلية، فهذا الجانب هو أكثر ما يجمع الأنظمة القمعية العربية بإسرائيل. الجانب السياسي الذي تكرس به إسرائيل أهميتها وتجعل من نفسها حاجة للعديد من الدول في العالم فضلا عن دول المنظومة العربية المهترئة، وهذا الجانب كما الأمني والاقتصادي مركب، فإدامة النزاعات في العالم يجعل إسرائيل سوقا مهمة للعديد من الدول، كما أن الحفاظ على منظومة القمع والاستبداد لا يضمن لإسرائيل مجالا حيويا مريحا وأمنا واضحا وتفوقا متعددا فحسب، ولكنه يضمن تبعية عربية مجانية لها. العرب يدفعون أموالهم ليتجسسوا في النتيجة لصالح إسرائيل، ويمكن لنا أن نفهم أن الدعم الولايات المتحدة لحقل التقنيات العالية في إسرائيل يندرج في مشروع مساعدة إسرائيل للاعتماد على نفسها في حماية نفسها في بيئة هي في الأصل غير مواتية للوجود الإسرائيلي لافتقاده المبرر التاريخي والاجتماعي والسياسي، ولأن إسرائيل بهذا الوصف لا تمتلك مبررات الوجود المقنعة للجماهير العربية، أو بحسب تصريحات بنيامين نتنياهو عام 2017 بأن مشكلة إسرائيل مع الرأي العام العربي لا مع الأنظمة العربية، فإن سياساتها ستتركز على السعي للحفاظ على منظومة القمع والتحالف معها وتعزيزها مع ضمان تبعيتها. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التفوق التقني ناجم عن الخبرة الإسرائيلية في مكافحة المقاومة الفلسطينية وعوز منظومات القمع إلى هذا النمط من التقنيات. ما اندقت الساعة 10 صباحا بتوقيت فلسطين ووزعت نتائج الثانوية العامة على الطلاب حتى اعتلت الزغاريد من المنازل وأطلقت الألعاب النارية حتى من وسط المناطق التي طالها الدمار في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي انتهت قبل أيام قليلة من بدء الامتحانات فرحا بنتائج الناجحين، خاصة بعد أن تحدى الطلبة كل هذه الظروف وحصلوا بنتائجهم على معدلات لم تسجل من قبل بحصول 18 طالبا على المركز الأول مكرر. وأطلقت الأمهات ونساء الأقارب والجيران الزغاريد وصدحت من منازل الطلبة أغاني النجاح، خاصة الطلبة الذين كبدوا كثيرا في غزة وفي مناطق التماس بالضفة وفي القدس المحتلة، الذين عانوا أيضا قبل وخلال فترة تقديم الامتحانات من اعتداءات الاحتلال. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.